ولا رمزي؟ نعم دول. التمثال بتاع ايزيس فين يالا؟ ايزيس؟ ايزيس ايزيس انا سمعت الاسم ده في يعني كانت معاك في المدرسه. ايزيس اخلص، بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا مش عرفني انا راحت فين ايزيس يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا؟ امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم، على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمه وايه كميه اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت، دور لي على ايزيس يلا. أحلى صباخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أحلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دمه خفيفاتو، أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي، إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول وده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه انت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يالا يا رمزي، عرف انك غبي. اه دولا وبيقول لي يا رمزي وبتاع، انا من اللي مجنني يا دولا هو عارفني ولا انا اتشهرت يا دولا؟ يا لا يا رمزي يالا، انت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمحه يا مين؟ الواد جعفر ابو لمعه. جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر، لا مش جعفر ابو لمعه، جعفر ابو لمعه بتاعي اللي هو صاحبي ده، وان كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. احترم نفسك يا ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة. بغل الفرنبة يبقى هو جعفر يدولك. جعفر حبيبي حبيبي يا جعفر حبيبي. ايه ده وايه اللي نضفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك، ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده؟ لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو، يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي؟ اليو يو غير اليورو يعني؟ هو هو يا دولا هو قالتك في الواو افهم بقى. اه عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له، ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبني. ايه هتكسر التخزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله. انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه 20 ما شاء الله يعني 20. انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه؟ يا جعفر باشا يا جعفر بيه ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. تيجي تاخدني انا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مرة في 20,000 جنيه؟ يا نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام؟ يا دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ اه لا معايا الكارت بتاعه اهو. اه بص لا مؤاخذة العنوان اهو والمحمول اهو، هو جاب العدة بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين، اودي فين، اودي فين الجميل بتاعك ده؟ لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض. طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا لا مستعجلات. حبيبي يا جعفر باشا. سلامات يا رمزي. سلامات. مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دوله دوله ابوس ايدك ابوس ايدك يا دوله، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي
طلباتكم ايه بقى؟ ها بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. أه وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كاروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حذفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. المعفن، يا اهلا وسهلا. مش تقولوا كده من الصبح، طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا، بص اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاء او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولة، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص، حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه، انا تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانيه غير الجوازات؟ ولا اي حاجه. بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو، تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا، ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول حس صاحبك عني. ماشي، دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم حس صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي؟ ايه قصدي يعني يا حماتي؟ ان انا قررت اسافر ايطاليا.